النار إلى جهنم. ماذا تقول لربك يا إبراهيم في الشام؟ الفقير الجائع والمريض الضائع والأرملة الوحيدة والشيخ الكبير ذي العيال الكثير والرزق القليل والفقير وابن السبيل وأمثال ذلك من الفقراء، ماذا تقول في هؤلاء الشباب يا ظالم؟ هؤلاء الشباب الذين يحلم الواحد منهم أن يحصن نفسه بالحلال، ماذا تقول لربك؟ أعد للسؤال جوابا، ماذا ستقول لربك في مئات الآلاف الذي يقتل؟ وفي النساء التي عُملت، وفي الأطفال التي يُتمت، ماذا ستقول لربك؟ لشعبك؟ الشعب السوري العزيز، أذل الله من أراد أن يذل الشعب. في هذا الشعب البسيط بالملايين الآن يفترشون الأرض ويرتعبون السماء، إنهم جلسوا على موائد اللئام لينتظروا الغذاء والكساء والدواء.